وبأول مساحاتنا الصباحية نور حنحكي عن موضوع كتير مهم بهم الأمهات، وهو المدح عند الطفل. قد ايه احنا اليوم بحاجة نمدح هذا الطفل ونقوي شخصيته ونسقله مثل ما بيقولوا من الصغر، ولكن هي خيط أو شعرة بسيطة بين المدح أنه يتحول لشيء من الدلال أو شيء من التصرفات الغير إيجابية قدام الناس. شو هي الطرق الصحيحة اليوم؟ كيف تتعاملي أنت وليلي؟ صباح الخير يا ليلي. صباح الخير، خلي لك عائلتك. هلا طريقة المدح هي المختلفة، لأن سابقا إذا بتنتبهي التربية اختلفت، لأنه أهلك ما كانوا يمدحوكي. صح، دائما الأهل يعني دائما بيتوقعوا من الطفل الأفضل. فشو ما قدمتي كنتي دائما تتطلعي بأهلك إنه أنا حققت لي بالدنيا ولا في خيبة أمل، يعني المديح ما كنتي تحصلي عليه يعني بسهولة مثل صحيح. اليوم. بس طريقة المدح هي اللي بتختلف، يعني المدح مو على مدار ال 24 ساعة. عرفتي كيف؟ يعني مو معقول مثلا يتصرف الطفل تصرف خاطئ تقولي له يعطيك العافية برافو. يعني في مواضيع بطريقة التعامل هي اللي كتير مهمة، وبنفس الوقت كيف تتعاطي. أنا حس حتى معاملتك، نبرة صوتك، طريقتك بالمدح مع الطفل بتختلف. هذا الشيء رح نحكي عليه ضمن فقرتنا لليوم، القواعد الصحيحة لمدح الطفل. أكيد معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الأخصائية الاجتماعية مروة منذر. يسعد لي صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. نمدحك هيك نبلش نفوت بالقصة. يسعد صباحك. هلأ المدح موضوع بعتقد كتير مهم لصقل شخصية الطفل. قديش مهم اليوم لما نمدح الطفل نعرف الوقت الصح، طريقة التعامل مع الطفل. خلينا نقول المدح قديش بيأثر على الطفل خصوصا بالسنوات الأولى. يعني سابقا كنت عملها لرشا أنه ما كنا نحصل على المدح يعني بهي الطريقة الهينة. كنا كتير نبذل مجهود لنشوف نظرة الفرح أو الامتنان عند الأهل. اليوم لا، الموضوع مختلف مع تربية الأطفال، الجيل اختلف والعصر أساسا اختلف. هلق بالبداية خلينا نقول أنه شو هو المدح، خلي المشاهدين يعرفوا شو هو المدح. لأنه من أكثر النصائح اللي بنقدمها للأهل هي أنه الثناء على الطفل ومدحه ليتمتع باحترام للذات وثقة بالنفس. صحيح. وبالتالي يصير أكثر نجاح بالمستقبل. المدح بيخلق عند بيخلق للطفل شعور أو بحالة من الرضا، حبه لتكرار هذا السعادة والشعور بتدفعه لتكرار العمل اللي نمدح عليه. صحيح. المدح هو أن نخبر الطفل أن نحن حبينا الشيء اللي عمله، ونأكد له على هذا الأمر بمكافأته، سواء مكافأة معنوية من خلال كلمات أنا فخورة فيك، أنت شاطر، أنت متعاون، أنت ذكي، كلها كلمات بتدل على أنه نحن حبينا السلوك اللي قام فيه هذا الطفل، أو مكافآت مادية مثل زيادة مصروف لعبي هدية أو أي شيء مادي يحب الطفل. المدح هلق وقت ما نحن نمدح الطفل نأكد له على السلوك الصحيح، وبترسخ بذهنه أن هذا السلوك قادر على جذب انتباه الأهل لإله، وهي الغاية الأولى للطفل جذب انتباه الأهل. فإذا الطفل عجز على الحصول على انتباه الأهل من خلال السلوكيات الإيجابية رح يلجأ للسلوك السلبي. صحيح. فدائما الأهل ما بينتبهوا غير للسلوك الخاطئ من الطفل، سواء كسر غرض ثمين، وسخ الثياب اللي لابسها، بتثور الأهل لأبسط الأمور. أما الشيء الإيجابي ما بتنتبه له، فهون الطفل بتصير غايته الأولى لفت الانتباه. بحال هو عجز على الحصول عليها بالأمور الإيجابية رح يلجأ للأمور السلبية. لهيك دائما نحن بنركز أنه تكون المدح بالانفعال نفسه اللي بنقابل فيه الطفل وقت يعمل سلوك خاطئ، وبالمقابل وقت ما يخطئ نقابله ببرود، ما نعطي هاي الأهمية. اللي حكيته هلق صحيح، انه المدح في شعره بتفرق بين المدح والدلال الزايد. هون انا كنت بدي اسالك هلا بشكل عام المديح، يعني نحن اليوم ما فينا نقعد نجامل، كل الناس بتحب المديح، ما بتحب المديح الثناء. وقت اللي بتعملي شيء حلو انه الناس تعبر لك انه انت اليوم عملتي شيء صح حلوه بحياتك. طيب ولكن في طرق لازم نتبعها، في قواعد وفي شعره هي ممكن أكيد تخرب شخصيه هذا الطفل وممكن انها تنميها. خلينا نحكي عن القواعد الصحيحه للمديح. هلا عندنا طرق صحيحه لمدح الطفل منشان نتجنب نحن انه هو يوقع انه انا ما بتكرر، انا ما بعمل اي شيء غلط، ويوصل لمرحله انه هو غير قابل للنقد. الطرق الصحيحه للمدح، اول شيء انه نمدح الطفل عند مراعاته لمشاعر الاخرين. هلا وقت ما الطفل مثلا يقدم غرض من اغراضه لشخص بحاجه لهالغرض، لطفل فقير، نحن ما نمدح انه انت كريم، لا، نحن نمدح انك انت قدرت تخلق سعادة لهذا الطفل اللي وضعه
أقل من وضعنا بشيء بسيط. الثاني شيء أن نمدح الطفل على المجهود اللي عمله وليس على النتائج. هلأ كثير من أطفالنا بتبذل مجهود لتاخذ بتقدم شيء منيح بالامتحانات، ممكن تحصل على العلامة الكاملة وممكن لا. أكيد الطفل وقت يجيب العلامات التامة هو بحاجة للمدح، بس نحن نمدح مجهوده أنك أنت برافو يا ماما، أنت بذلت جهدك ووقتك، اشتغلت عليك، لحصلت على هاي والدليل العلامة التامة. لأنه وقت نحن نركز على النتائج رح يصير ينحصر تفكير الطفل كيف أنا رح أخذ 10 بالأيام اللي جاي، وبالتالي بقل مجهوده. وقت ما نمدح المجهود نفسه بيحاول يضاعف مجهوده طول للأيام الثانية. كمان نمدح الطفل وقت يتعلم من أخطائه. ممكن الطفل كان عنده سلوك سلبي، ممكن يؤذي غيره، يجيب علامات خفيفة وبالمستقبل يظهر تحسن بالأداء، لهيك بيكون هو بحاجة. بس نحن ما نمدح أنك أنت بطلت تكذب، لا، نحن نقول برافو أنك أنت صرت صادق، نمدح السلوك الإيجابي. صح. كمان ننتبه وقت المدح ما نقارنه بحدا ثاني. برافو انت اخذت 9 مو مثل ابن عمتك اخذت 8، برافو انت كنت هيك مو مثل اخوك. وقت نمدحه خلينا نحن بالمدح معه له فقط، لانه وقت نحن عم نعلمه على اداء السلوك الصحيح بالطريقه الصحيحه لنفسه، مو ليكون افضل من غيره ولا لا يرضي غيره. يمكن هاي النقطه بتخلي الطفل يتنمر على غيره وقت نحن بدنا نقعد نقارنه بينه وبين اي حدا من المجتمع المحيط. فنحن عم نعلمه كيف يتنمر، يعني على اي موقف بدي اقول له انا اخذت 10 انت اخذت 8 يعني. صحيح. كمان هاي فكره كثير مهمه انه ما نمدحه عند إذائه للاخرين. هلا كثير من الاهل بتثور بحال تم الاعتداء على طفله من اي طفل اخر، اما بحال كان الابن هو المعتدي بيتجاهل الموضوع كليا، او ممكن يبتسم، وهون الابتسامه بمثابه مديح للطفل بياخذها انه بصوره غير مباشره. او ممكن يسب حدا انه اذا نحن هذا الشخص ما بنحبه نضحك له انه نمرق له اياها. لا، لازم نقابل السلوك الايجابي والسلوك السلبي كانه معه او مع حدا ثاني بنفس الحده. اشرتي لنقاط عديده كثير، خلينا نوقف عندهم شوي. وكنا عم نحكي انا ورشا عن طريقه المدح والصوت ورده الفعل، اشرتي لهي النقطه انه كيف الاهل فعليا بيكون عندهم رده فعل من السلوك الخاطئ، بتلاقي الانفعال وكيف بيتعاملوا مع الطفل، والسلوك الايجابي في ردة فعل بتكون باهتة، ما كثير عندهم هذا الانفعال اللي متوقع الطفل. هون خلينا نحكي عن أهمية هاي النقطة، يعني لما أنا بدي أعزز السلوك الإيجابي عند الطفل لازم أعمل أساساً أنا سلوك إيجابي تجاه الطفل. أكيد. يعني ردة فعل إيجابية قديش مهمة، خصوصاً نحن بنشوفها بالست سنوات الأولى، يعني لما يبلش الطفل يحكي بعد السنتين، من السنتين للست سنوات، لأنه الطفل سفنجة، يعني بتلاقيه هو بالأخير عم يمتص كل التصرفات. يعني بتشوفي أم جايبة بنتها بتقول لك البنت عنيدة بتعذبني ما بترد، هي نسخة عن أمها يعني. وأنا ما بتلاحظ هيدا الشيء. تضربيني بحجارك يا نور؟ لا، فما بتلاحظ هي التصرفات ولا ما بتلاحظ. نفس الشيء الأب، يعني العيلة أساساً الأب والأم كل هي التصرفات بتأثر. المديح لما نقول ردة الفعل للمديح كيف فينا فعلياً نعبر عنه بالطريقة الصحيحة وما تكون مبالغة، لأنه ممكن يعمل تصرف سليم بسيط ما يكون لنا هي ردة فعل قوية، ردة فعل طبيعية إيجابية، فكمان هو بصير عنده خيبة أمل الطفل بينه وبين حاله. بالضبط. هلق لا ياخذ المديح جدوي المرجوي منه، له قواعد خاصة لازم نتبعها نحن لتوصل رسالة صح للطفل. هلق القاعدة الأولى أنه نحن نمدح الطفل مباشرة وقت قيامه بالسلوك، من غير المعقول أنه يعمل سلوك الطفل اليوم نمدحه ثاني نهار. هلق ماما تذكرت انه شو صار هلق، ليش تذكرت اليوم. او وثاني النقطه انه نحدد السلوك المراد مدحه بدقه. برافو يا ماما انت اليوم كنت كثير شاطر اليوم، طب انا شو عملت اليوم، انه شو اختلف عن امبارح. لا، برافو يا ماما انت اليوم رتبت الاواعي مثلا بطريقه صحيحه. نحدد السلوك بدقه ليعرف الطفل نحن على شو عم نمدحه. والنقطة الثالثة اللي حكيتي عنها النبرة الحماسية اللي بترافق المدح. برافو، طب برافو، زعلاني ولا رضياني ماما؟ صحيح. بدي أعرف. لا، اطلعي بعينه للطفل، خلي نظرك بنظره، إذا في لمسة حب ربط على الكتف كمان محببة كثير لدى الأطفال وللكبار أكيد كمان. فنحن وقت ما نعمل نطبق القواعد
صحيحة أكيد رح توصل الرسالة صحيحة للطفل. صحيح. طيب. مروة قد اليوم مهم الدور التشاركي إن كان بين العائلة وإن كان بين الكادر المدرسي بهذا الموضوع، يعني وقت اللي بيكون طالب متفوق كيف نحن نحافظ على هذا التفوق، وحتى كمان وقت اللي بيكون الطالب بمستوى خلينا نقول جيد وما دون، نحن اليوم بحاجة للتشجيع وبحاجة للمدح، قد ايه مهمة هي التشاركية اليوم وكيف نحن بالمدرسة قدرانين نوفر لابننا كمان موضوع التشجيع والمدح بالمكان الصح؟ صحيح، هلق قلنا انه مجرد ما نحن مدحنا المجهود للطفل سواء اخذ العلامة الكاملة او لا، نحن نمدحه انه انت يا ماما عملت اللي عليك، شكرا لك، بذلت جهدك، بذلت وقت، ممكن اذا ضاعفنا هي الجهود بالايام الجاي تتحسن النتائج. وقتها الطفل بيصير تركيزه انه كيف يبذل الجهد وكيف يركز بدراسته اكثر من انه يركز على العلامه. مجرد ما حصر حاله انه انا بدي اجيب 10 بيصير تفكيره فقط بالعلامه، بتتراجع بتتقلص الجهود. المدرسه كمدرسه كمعلمه كاداره، يعني قد ايه مهم يتبعوا هذا الاسلوب كمان احنا نرفع. أنا موجودة بكادر مدرسي، بوجه لهم تحية كمان لكلهم. عندنا كثير أمور معززات للطفل للمتفوقين أو سيمي، سواء بشكل يومي أو أسبوعي، النجمات. هلق ممكن النجمة على الدفتر تشوفيها أنت أنه شيء عادي، بس هي للطفل تعمل كثير حافز إيجابي، لوحة نجوم، تكريمات خلال الفصل. لأنه أنت بتعطي الولد النجمة ما بيعتز شيء كل كلها هي الأمور، يعني صحيح. مشكور الكادر التدريسي وين ما كان مدارسنا عم بيعطي أكثر من طاقته ليوصل للطفل. حسي عم تعمل شيء حلو إيجابي للطفل. أنا النجمة اللي بتنحط على جبين بنتي بالروضة ما بتنقام ليخلص للنوم. شفتي كيف للنوم يعني. فهي كل هاي الأمور تدفع الطفل، حتى الطفل اللي ما حصل على النجمة عم بتكون نجمة رفيقه حافز لإله للأيام الجاي إنه يضاعف جهوده ليأخذ هاي النجمة أو التاج أو الوسام. طيب خلينا نحكي العمر، يعني نحن عم نحكي المدح عند الطفل والأطفال، يعني فيهم فروق فردية كتير كبيرة، العمر والمرحلة العمرية قديش بتلعب دور؟ يعني تعزيز الثقة عند الطفل من البداية، المدح له جزء كتير كبير. لما أنا طريقة تعاملي مع طفلي بطريقة إيجابية أو سلبية بالسنوات الأولى، قديش مهم المدح مع الطفل أساساً؟ لأنه تحديد سلوك الطفل من خلاله، يعني كل شيء بتعلمه للطفل هو بينصقل من خلاله ثقته بنفسه وشخصيته بالمستقبل. نحن عم نبني شخصية الطفل من أول يوم خلق فيه صراحة، يعني والمدح سواء لطفل عمره سنة أو لعمره 10 سنين أو حتى لقلنا لك نحن الكبار كثير مهم. صحيح. يعني ما في مرحلة عمرية فيك تقولي أنه هذا خلص مو بحاجة مدح، لا بالعكس، الأم اللي عم تبذل جهدها وطاقتها كل النهار مع أطفالها من غير الطبيعي نحن نشوفها نقول لها أنت تعبانة، طب ما هي عارفة حالة تعبانة، فرق ما نحن نقول لها قدي انت قوية، يعطيك العافية، انت خارقة مثلا، هاي الكلمات تفرق معه اكيد وبتخليها بتعطيها حافز لانها تتعب اكثر مع اطفالها. طيب مروة خبرينا هيك من خلال اختصاصك ومن خلال عملك، اكيد بيمروا عليك حالات للاطفال، كان في شيء هيك حالة يعني موضوع المدح كان له تأثير نفسي على هذا الطفل؟ اكيد. ان كان سلبي او ايجابي؟ اكيد. دائما بشغلنا بنقابل جميع الحالات. في مثلا اطفال اذا اخذت 9.5 تنهار. ليه؟ انه انا اخذ 9.5 لانه الاهل قايلين له نحن بدنا 10. هو انه هو تعود انه هو وصل مثلا للصف الخامس هو مو ماخذ ولا 9.5، انه كيف انا اليوم اخذت 9.5؟ طب ما انت انسان طبيعي مثلك مثل اي حدا من زملائك، عندك مثل ما عندك ايجابيات عندك سلبيات، وممكن تاخذ 9 وممكن تاخذ 5 بيوم من الايام. نحن كيف لازم نتقبل حالنا بمجهودنا، يعني كل حدا بيبذل مجهود وله طاقه معينه، ما نحط توقعات لحالنا اكثر ما نحن بنستاهل، نحط توقعات دائما ضمن المعقول لإلنا. بس صعب للطفل يعني لما يقول انا بدي احط توقعات لإلي ضمن المعقول، يعني ممكن احط 9.5 كمان، 9.5 الطفل بطريقه مختلفه، ضعف جهودك تاخذ ال10، عرفتي كيف؟ بطريقه ابسط. أكيد. طب خلينا نحكي لكل الامهات اليوم اللي عم يتابعونا وعندهم يمكن نقول اول طفل، هي المشكله بتكون معه طريقه التعامل معه، كيف بدها تربيه، كيف فعليا بدها تساهم ببناء شخصيته، دائما في حاله لوم داخل عند الام انه هي عم تحاول تعمل كل مجهودها وكل طاقتها لتربي طفلها، شو هي القواعد الاساسيه من خلال التربيه للمدح الصحيح والاخطاء الشائعه اللي بتوقع فيها كل ام اللي هي ما بتنتبه لها ممكن تاثر على نفسيه الطفل؟ اكيد. هلق نحن وقت المدح خلينا اول شيء نركز على الايجابيات، ما نحاول ندخل سلبيات
ضمن الإيجابيات أثناء المدح. مثلا برافو أنك عملت هيك، بس لو أنك عملت كلمة بس تدمر كل ما قبله. وقت المدح خلينا نركز بس على المدح، ما نحاول نحط ولا أي سلوك من السلوكات السلبية للطفل. الثاني شيء من الأخطاء الشائعة أنه إذا أنت اليوم أخذت العلامة المنيحة أنا رح أكون كثير مبسوطة أو رح أحبك. ربط الحب والسعادة بالسلوك الصحيح. بحال الطفل عجز أنه يأخذ العلامة أو حبك بكل حالة، أو هو صحيح. اليوم ما عنده طاقة مثلا يرتب غرفته مثل العادي، أنه رح يجلد نفسه أنه اليوم ماما ما رح تحبني مثل العادي، أنه ماما ما رح تكون سعيدة. عدم ربط السعادة والحب أثناء المدح. والفكرة الأخيرة اللي حابي أحكيها، مدح دائما السلوك وليس الشخص. هذا السلوك قوي، هذا السلوك لطيف، ما نمدح شخص أنه أنت شخص قوي. طب أنا اليوم حابب أبكي، حاسس حالي أنه لازم أبكي، طب أنا قوي ما لازم أبكي. هيك بيصير الطفل اللي عنده تبلد مشاعر بيوقع بحيري أنه أنا قوي أو لا. لهيك نحن عمل سلوك قوي نمدحه، هذا السلوك قوي وليس أنت قوي. طيب مروه، حكيتي نقطه، يعني التفاصيل اللي حكيتيهم اليوم بالقواعد والاخطاء هدول القصص بخلونا نقول قد ايه اليوم الحوار مهم بين الام والطفل حتى لو كان بعمر صغير. وبنشوف كثير حالات انه الام اذا كان عندها طفلين، اول طفل اخذ الحصه الاكبر فرحنا لثاني طفل كنا مالين زهقانين، يعني اعطينا كل شيء للطفل الاول. قد ايه هي القصه كثير غلط، يعني مفروض انه نحن نوازن بالعلاقه بين الطفلين. اكيد هلق كل طفل بيجي اكيد بتجي محبته معه لا شك يعني، والام قد ما قدمت بتضل حاسه حاله مقصره. اما انت بس تقعدي بينك وبين نفسك فكري ان انا شو بقدم لاطفالي، فكري بالشيء الايجابي انه انا قدرت ربي طفل صادق، طفل متعاون، طفل لطيف غير مؤذي. كلها هاي بتعطيكي انه عم تشوفي نتائج تعبك بالواقع، كلها بتعطيكي حافز ايجابي لتستمري لتربي طفل الثاني بنفس كميه الحب والعطاء اللي عطيتيها للطفل الاول. كثير مهمه هاي النقطه نور. بنشوف كثير احيانا فرق بين الطفلين بالبيت الواحد، شخصيتهم بتختلف عن بعض، عناديتهم غير، طريقة تفكيرهم غير. هلأ احنا ما بدنا نحط شيء سلبي على الأم، ولكن احنا من تجارب يعني بالحياة بتحسي أول في تشجيع أول طفل أنت حابة القصة، فتاني طفل شوي كمان بيكون كمان في فروق فردية بين صح. الأطفال ممكن هو صح. الطفل البيئة المدرسية كمان ساعدته يكون متعاون أكثر من الطفل الثاني صحيح. يعني مو بس بيئة البيت هي اللي بتأثر على الطفل، نحن عنا المجتمع المحيط المدرسي كل الرفاق كلها بتأثر على صقل شخصية الطفل. في فروق فردية نقطة كثير مهمة لما نقول للأهل، في فروق فردية بين كل الأطفال، لا تحملوا أطفالكم أكثر من طاقتهم، هي نقطة كثير مهمة. بس خلينا نحكي عن الأطفال الحساسين، يعني كثير من الأطفال بيكونوا عندهم حساسية زيادة وخصوصا البنات بعمر كثير صغير، كيف بيتم التعامل معه كمان من خلال المديح؟ لأنه حتى الحساس طريقة مدحه أو المبالغة فيه بتأثر لما يكون في موقف صغير سلبي، ونحن عم نشوف نسبة الحساسية عند الأطفال عالية، يعني نحن ما كنا حساسين لما نتعامل مع أطفالنا اليوم بهي الدرجة العالية من الحساسية. هلق أهم فكرة مع الشخص الحساس ما يتقارن مع حدا ثاني، نتبع أنه هو شخص عنده مشاعره الخاصة بيئته الخاصة، نحن نلجأ لبيئته ما نطالعه من بيئته، نحن نجي على بيئته الخاصة نتعامل معه بشفافية بلطف. الحوار على المدى البعيد أكيد بالنقطة بتعمل أثر بالصخرة صحيح. ما في كلمة إلا ما بتترك أثر، ولازم الشيء اللي نحن نعرفه أنه مثل ما الجرح عم يترك وذمي بجسمنا، الكلمة قادرة تترك وذمي بعقولنا بذاكرتنا. يعني الكلمة دائما تعنيف، يعني كلمة بتبني وكلمة كلمة بتهدم صحيح. لهيك لازم ننتقي دائما كلماتنا، نختار الشيء اللطيف، نكون ملجأ للأمان بظل هالعالم السلبي المحيط فينا. وهي النقطة يعني دائما تلاقي هدول الضغوطات عم يأثروا بشكل سلبي أكيد. على الأهل، يعني كان ضغط بالموضوع الاقتصادي، بموضوع العمل، بموضوع الاجتماعي حتى، فبتلاقي الطفل يعني مثل ما بيقولوا كان ضحية هذا السنوات وهذا الزمن. ونشكرك مروة كثير
لحضورك اليوم ولكل المعلومات الحلوه اللي قدمتيها. اكيد انا كثير محظوظه اني كنت معكم اليوم. اهلا وسهلا، وكثير مهم اليوم نحن نفرق بين انه نحن عم نمدح ونحن عم نروح لطريق الدلاله اللي ممكن ينزع شخصيه الطفل. أكيد. شكرا مروه. هلا يعطيك اكيد العافيه. بتشكرك على وجودك معنا، مثل ما قلتي يمكن بالمحبه والحب بنقدر نتخطى مع طفلنا. أكيد. اي مرحله حساسه. شكرا يعطيك العافيه.